السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرضكم التحدي 14 أو تحدي 14 من تحديات الوينترفيس. نبلش مع بعض التحدي أصدقائي. التحدي كالعادة، أول شيء بدك تفتح الجوارب. رح أفتح الجوارب، رح أفتح هديتي اليوم 14. تمام، خلصتهم كل الهدايا. أنا نفتح هاي المظلة. نايس، ما حبيت انا بنو بالمظلة. تمام، نفتح الجوارب. اصدقائي مثل ما شايفين، ففتح التحدي الستيج 2 عندي. بدك تزور 3 اماكن، رح اعرض لكم اياها هلا فيديو مكان مكان. وكل عام وانتم بخير بمناسبه 2020، ويا رب تكون سنه حلوه عليكم وعلى الجميع. تابعوا الفيديو، شوفوا الاماكن مكان مكان. المكان الاول اصدقائي هو بجنب الجزيره اللي بمنتصف الماء، اللي هو عند بيت كروك شوت اللي هو هون. مجرد ما انك انت بس تفوت على البيت هيك بتكون خلصت التحدي وزرت اول منطقه. المكان الثاني اصدقائي عند ديرتي، المكان هون. مجرد ما انك تجي انت لهي المنطقة بتكون خلصت المكان الثالث اللي هو عند ديرتي، وهيك بنكون خلصنا المكان الثاني. هلا برد لكم المكان الثالث. والمكان الثالث اصدقائي هو ورشة الخشب مثل ما بسموه بالعربي، بهالمكان هون. مجرد ما انك انت تفوت على هاي ورشة الخشب هون بتخلص المكان الثالث. هيك نكون وصلنا اصدقائي لنهاية مقطعنا اليوم. لا تنسانا من الدعم باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من التحديات، وتابعني انزل اماكن التحديات 15 و16 15 و16 اللي هن بدك تفتح صواريخ وبدك تفتح امو بوكس. رح نزلهم كمان مقطع تاني. يا ريت يكون عجبك الفيديو، وشكرا على المشاهدة.